زيارة ميدانية تفقدية مدى يعني تفقدي ديال الأشغال الكبرى الأوراش الكبرى في قطاع الصحة اللي انطلقت في هذا الإقليم العزيز الحسيمة، منها المستشفى الإقليمي الجديد ب 374 مليون درهم اللي غيكون مجهز بالسكانير وبالليغيم التشخيص المغناطيسي، منها مستشفى يمزورن اللي غيفتتح الأبواب ديالو أواخر السنة اللي غيكون فيها أحدث التجهيزات البيوطبية والسكانير 63 مليون درهم، منها بناء 4-6 ديال المراكز الصحية جديدة وتوسيع وترميم وتجهيز 28 اخرين ب 65 مليون درهم الى اخره. هذه تفقدت الاوراش. كانت لي مناسبة اذا بالتقاء بالسيدات والسادة النواب والمنتخبين باش ناقشنا الهامش بعض المشاكل اللي تعيشها قطاع الصحة، ولكن باش وزارة الصحة توفي بوعدها اللقاء السابق بلا خصهم الدواء وخصهم سيارة الإسعاف. اليوم جينا ب 80 طن ديال الأدوية، جينا ب 12 سيارة إسعاف، جينا ب 200 من الكراسي المتحركة، جينا باش نأكدوا على الوعد اللي خديناه أمامهم واللي غادي يطبق وغيبدا البناء عما قريب، يعني تجهيز مستشفى ترقيست بسكانير جديد وبتجهيزات بيوطبية حديثة. فهذا كل شيء، هاد الوعود خديناها أمامهم وهنا تنطبقوها اليوم على أرض الواقع.